ومعنا عبر الهاتف الشيخ محمود صالح عبد القادر الجياف من ديالى. مرحبا بكم شيخ محمود. بداية، من الجهات الحقيقية والدوافع التي تقف وراء هذه الانتهاكات، وأين دور الأجهزة الحكومية منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وحياك. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك والأخوة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا أخي العزيز. لكل مطلع على الوضع العراقي منذ بدء الاحتلال حتى الآن، أعتقد الآن بدأت الصورة واضحة جدا للجميع على أنه أمريكا وإيران والكيان الصهيوني متفقين علينا، وكل اللي صار كان مخطط مبرمج ومدروس بعناية فائقة وتم تنفيذه بدقة متناهية. وإذا تحب أذكرك، كان بوش الملعون دائما يقول احنا عندنا خطه بعد 6 شهور راح تكون فيها ان شاء الله يتامل الوضع في العراق وهكذا. وهي الحقيقه كان يقصد تمدد الذراع الايراني وسيطرته على العراق، ولان هم الذراع المسحوره اللي اطلقوها على كل من عاداهم افرادا وجماعات، ولهذا هم امنوا وضعهم وسلموا العراق وسيطروا جدا وقعدوا، وعندهم جنود موجودين هم يعدون وينفذون كل الدول اللي يردوها واكثر اصلا مما يصلون. نعم. انه هذا اللي صار واللي بيصير هو معاد ومكرر عبر التاريخ منذ بدء الخليفه حتى الان. نفس الصوره ترى، لكن اللي قادر يعرف يدري بها، اما اللي ما قادر فما ينتبه على الامور. طيب، هناك تقارير يعني كشفت عن تسجيل الدوائر الحكوميه في ديالى تراجعا كبيرا في اعداد السكان. يعني ما الدافع وراء تفريغ مناطق بعينها من سكانها، وما الخطوه التاليه بعد هذا الافراغ برايك؟ في ديالى لازم تتثقف وتفهم. اذا محافظه ديالى ترى بدا الاحتلال مباشره، لانه انا شخصيا جاني لبيتي، جاني مقدر 30 من الناس مع اشخاص جاني لبيتي في 18/6/2003 وطلب مني العمل مع المخابرات الايرانيه والضباط والسياسيين ورجال الدين وغيرها وغيرها، حتى ان شاء الله ايران هي هم تضربها امريكا، تقول لا تضرب امريكا ما تضرب ايران، وفعلا امريكا ما ضربت ايران. ثاني يوم لقيته مع شخص اخر وتمدده، وانت تخيل اذا هو من 18/6 الي جابني ب 2003 كبر عدد تنظيم ومستوى من ذاك الوقت لحد الان، واذا كم واحد قتلوا مستويات. وبالمناسبه بعد فتره القوا القبض عليه الامريكان، يعني في 18/6 هو كان يطلب مني هجتي ورفضت سالي. نعم. 28/9 القوا القبض عليه الامريكان. ونفس الحكي اللي اقول لك اياه اللي قلته للامريكان. طيب. معناها شنو؟ معناها هم قوتان لعمله واحده. والمشكله مو بهم الحقيقه، المشكله فينا يا اخي، احنا متى ما فهمنا هذا الموضوع. نعم. راح نغير الوضع ونقدر نغير الوضع. ترى بالمناسبة العراق كله يقتل صدقني. ثقوا بالله العظيم جميعا الى كل من يسمعني اقول، وانا مسؤول امام الله على كل كلمة اقولها، واولا يقتلون كل العراق من شماله الى جنوبه، الشيعي، الكردي، السني، التركماني، المسيحي، كله ينقتل. والله لانه تعرف شو يقولون، وانا عندي بلا قادر يحول ايران. نعم الشيخ محمود. ايران مع الاسف. اشكرك شكرا جزيلا. ايران بالتكتيك. نعم الشيخ محمود صالح عبد القادر الجياف من بغداد، محلل سياسي، شكرا جزيلا لك.